جميله جدا، وانا فرحان بالجمهور وفرحان باللي معايا كله، الاستاذ بيومي فؤاد واستاذ محمد انور، واعطوني الفرصه اللي انا اتكلم وكده. يعني الحمد لله، والله انا ربنا اعلم، انا يعني ربنا بيديني جراءه كده ان شاء الله. الحمد لله قريت قران قبل ما اطلع، الحمد لله وربنا جعل في وشي لابويا، يعني الحمد لله. الأغنية اسمها المصلحجية، وفي أغنية اسمها عشت الحياة صريف. عشت الحياة صريف، أسطورة في التبذير، أنا كنت واتحريف وما كانش زي كتير، وما كانش زي كتير. أمي دي حياتي، هي الحياة كلها، أمي وأولادي وجمهوري طبعا، أنا يعني انا بعد عنه بقالي مده، يعني ما نزلتش حاجه غير ثلاث مسلسلات ان شاء الله، في جديد اول حاجه جديده ان شاء الله، والمصلحجيه برضو اغنيه تعجبكم، برضو اغنيه شعبيه قوي بس حلوه يعني.